مرحبا مشاهدينا الكرام مجددا، وعدنا إلى فقرة صباح الشرق أو حلقة صباح الشرق في فقرة المهن. هي رسالة إنسانية بالدرجة الأولى تسمو بالمجتمع أخلاقيا وثقافيا، ومنبر يحمل قضايا الناس ويوصل صوتهم بكل موضوعية. الصحافة مشاهدينا الكرام مهنة وجدت لتقريب المسافات وتسليط الضوء على أهم مستجدات العالم بما فيه من مشاكل وهموم لابد من معالجتها. الحديث أكثر مشاهدينا حول أسرار هذه المهنة، مهنة الصحافة، معنا في الاستوديو الأستاذة مريم المرزوقي، مسؤولة وحدة الأخبار في جريدة الإمارات. اليوم نتحدث أكثر إن شاء الله عن أسرار مهنة الصحافة. صباح الخير أستاذة مريم. صباح الخير. أهلا والله. بداية يعني نبغى نعرف مفهوم الصحافة بشكل عام قبل أن ندخل في التفاصيل. مفهوم الصحافة هو يعني أنا راح أمشي على المفهوم اللي دائما ناخذ اللي هو مفهوم راتكليف. نعم. مش أن الكلب عض الإنسان لكن الإنسان عض الكلب، هذه مفهوم الصحافة. لكن تحولت على السنوات الماضية خصوصا يعني في الإمارات أنها أخذت البعد الإنساني أكثر من بعد الخبر المثير والخبر. نعم. السريع، فكانت أكثر مع الناس ويعني عرض مشاكلهم وهمومهم في نفس الوقت مساعدتهم في حل هذه المشاكل. جميل. نعم. أنت بنتكلم بشكل يعني موسع عن رسالة الصحافة. رسالة الصحافة يعني مثل ما قلت هي تتكلم عن الأخبار المثيرة في نفس الوقت تحاول تعرف الأشخاص بهذه الأخبار اللي موجودة يعني بالثانية وبالساعة. يعني حاليا نستخدم حتى السوشيال ميديا على اساس نحن نوصل صحيح. لهذه الاخبار، لكن في النهايه مفهومها انساني اولا واخيرا على اساس ان نوصل للاشخاص ونعرف شو هي الاخبار اللي تمس حياتهم اليوميه. يعني هي عكس لمشاكل الناس، لواقع الناس اللي يعيشونه. نعم نعم نعم. وفي نفس الوقت عكس للتوجهات الحكوميه وللاخبار الجديده، مش الاخبار الجديده، الاحداث الجديده اللي تصير في الدوله وخارج الدوله، يعني حتى الاحداث اللي تصير في المناطق المحيطة فيها. طيب أستاذ مريم، يعني اليوم ما شاء الله الكل صار صحفي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أنا في المواطن الصحفي. فكل واحد يعني يبغى يعبر عن رأي معين عنده لموضوع معين. اليوم الصحافة هل هي مثلا هي مهنة ولا هي مهارة تكتسب في الأسلوب وفي أسلوب الطرح، في أسلوب اختيار الكلمات وطريقة يعني طرح الموضوع حتى في المجال؟ الصحافة مثلها مثل أي مهنة ثانية لها شقين. الشق الأول لازم يتعلم الشخص، بمعنى أنه يتعلم الأخلاقيات، يتعلم القوانين، أو حتى مثلا كيفية عرض الخبر بالطريقة المناسبة. وفي شق آخر ما يكتسب إلا بالممارسة. في بعض الأشخاص يكتسبون بالممارسة بعدين، لكن في البعض الآخر يكون عنده العلم والممارسة والموهبة بعد. فما أظن أن كل شخص ممكن يصلح يكون صحفي، لكن في نفس الوقت ممكن أن يمارس هذه المهنة، ممكن يصيب، ممكن يخطئ، لكن هذه مهنة الصحفي لازم يعرف هل هذا الشخص مصيب او مخطئ حتى في السوشيال ميديا. صحيح. فمعظم الوقت لازم تكون مهاره مكتسبه. نعم. ولازم يكون علم يدرس. نعم. نحن الحين نشوف لقطات يعني عن اليوم المعتاد للاستاذه مريم المرزوقي خلال ممارستها لمهنتها، مهنه الصحافه. طيب خلينا نتكلم اكثر، يعني الصحفي الان يدخل الى أو يتعمق أكثر بالمجتمع ويعكس واقع هذا المجتمع، وفي بعض الأحيان قد يدخل إلى أسرار الناس وقد يؤمن على معلومات هامة جدا. فلا بد أن نتطرق إلى موضوع أخلاقيات مهنة الصحافة. الأخلاقيات أولا، السرية في الأخبار. يعني إذا المصدر قال أو حتى الشخص قال أتمنى أن هذا الخبر ما يطلع، أو هذا الموضوع بالذات أو المعلومة هذه ما تنشر أو ما تطلع لأي حد، خلاص خط أحمر، المعلومة هذه مش موجودة في الخبر أو حتى في التقرير نفسه. لكن يعتمد حتى على نوعية عرض هذه المعلومة، يعني مش بالضرورة أن أنا أغير الكلمة على أساس أنها تعرض المعلومة بالطريقة اللي أنا أبيها، لكن بالطريقة اللي تكون صحيحة للمصدر أو حتى للشخص نفسه. يعني ممكن راح أذكر مثال، إذا كانت مبادرة لجهة من الجهات، ما راح نذكر الأسماء، لكن هذه المبادرة تعتمد على إيصال 50 مثلا 50 من المساعدات ل 50 من الأسر. في بعض الصحفيين يقولون لا، 50 من المساعدات لأسرة واحدة،
50 من المساعدات لعدد أقل من الأسر، أو مثلا راح تكون مش على مدى شهر واحد، على مدى سنة كاملة. نعم. فهذه واحدة من الأخطاء اللي ممكن يرتكبونها، وحتى عدم الدقة، فممكن تأثر في أخلاقيات الصحفي أو حتى في طريقة عرض الخبر، وتأثر في المساعدات. احنا نشوف أستاذ مريم يعني كثير من الأخبار مجرد أخبار فقط يعني خلينا نقول للشو، يعني أو يعني خلينا نقول مش تحفيز، حتى يعني إثارة مثلا موضوع معين. يعني هل هذه هم بعد تدخل في مسألة الصحافة، أو أن مثلا الصحفي ما يلجأ لهذه الأمور لمجرد لإثارة أخبار معينة قد تكون يكون الخبر صحيح، لكن الأسلوب مثلا الكتاب أو العنوانة مثلا العنوان يشد مثلا، لكن تقرأ الخبر مثلا مختلف. يعني هذه سياسة الصحافة يعني في مسألة الخبر، يعني إبراز مثلا العنوان بطريقة معينة لجذب مثلا القراء، يعني بهذا الجانب إذا نتكلم. هذا الجانب يعني ممكن نحن نتخذه في أي مهنة، أو حتى في أي خبر. نعم. لكن لازم يكون بطريقة معينة، مش بالضرورة أن أنا أكون مكبرة الخبر على حساب المعلومة نفسها. نعم. أو حتى مكبرة العنوان على أساس. نعم. أنه يشد القارئ، لكن بعدين ما يحصل هذه المعلومة. صحيح. نفسها. نعم. لازم يكون العنوان مشابه للخبر نفسه. نعم. أو حتى يكون مشابه للمعلومة نفسها اللي أنا بعرضها. نعم. ما أستخدم كلمات مختلفة، أو حتى أني أستخدم يعني أسلوب معين بس لأني أجذب القارئ في العنوان وبعدين. نعم. يعني أعطيك مثال قبل فترة مثلا، أو يعني أعطيك مثال على نفسي ما أبي أتكلم، يعني مثلا استشهاد مثلا جمال أحمد مثلا، لكن مثلا يمكن هاي القصة أنا رويتها حلمان فيها مثلا، لكن الخبر يعني اللي يقرأ مثلا حد من أقارب مثلا يقرأ هذا الكلام، يقرأ مثلا يصاب بهلع أو شغلة من هذا القبيل، لكن هو الهدف من الصحفي أنه يعني يبغى جذب يعني انتباه القارئ. يعني هل هذه يعني صحيحة يعني خطأ طبعا، لأن أنت ما راعيت بالأول الأسرة هذه. نعم. اللي استشهد. نعم. أنت هذا الشخص في نفس الوقت أنت ما راعيت القارئ، ف انت اخطات في حد مهم يطلع الموضوع حقك انت. صحيح. يطلع الموضوع بقصه مختلفه تماما يعني. طيب صحيح. اذا ما بنتكلم عن يعني مهارات الصحفي، يعني شو اللي لازم يمتلكه من مهارات وادوات ان يكون فعلا صحفي ناجح؟ يعني هل لازم يكون قارئ؟ هل لازم يكون مثلا مثابر؟ يعني شو المهارات اللي يجب ان تكون في الصحفي؟ القراءه والاطلاع على الاخبار تحصيل حاصل لكل صحفي. يعني مستحيل أن يكون صحفي إذا ما كان مطلع على الأخبار. نعم. سواء المحلية أو العالمية، لكن على حسب منطقة اختصاصه أهم شيء. لازم يكون مطلع على الأخبار المحلية، يعرف مثلا شو هي القرارات اللي نزلت، شو هي الأخبار الجديدة، أو حتى ممكن أنه يصنع هذه الأخبار نفسها بحيث أنه يشوف الأخبار اللي كانت موجودة قبل. نعم. لازم يكون عنده علم حتى بكيفية عرض هذا الخبر، أن يكون مناسب للمجتمع اللي حوله، يعرف ثقافة هذا المجتمع. صحيح. أو حتى العادات والتقاليد في. نعم. في هذا المجتمع. نعم. بحيث أنه ما يعرض الخبر بطريقة غير مناسبة، أو حتى يختار كلمات غير مناسبة. نعم. يعرف لغة الأشخاص. يعني ممكن نحن نستخدم اللغة العامية، لكن احنا في دولة الإمارات في عندنا تقريبا أكثر من 200 جنسية، ما يقدر نحن نستخدم اللغة العامية بدون ما احنا نشرحها. صحيح. فهذه واحدة بعد من المهارات اللي لازم يكتسبها. نعم. يعرف متى يطرح الخبر. نعم. أو حتى متى يبحث عن هذا الخبر بحيث أنه ما يأثر على سير الأحداث الموجودة. نعم. راح أذكر السنة اللي فاتت، يعني لما استشهدوا عندنا 55 من الجنود. نعم. في هذه الفترة، يعني الله يرحمهم إن شاء الله، في هذه الفترة إحنا ما كنا نقدر أن نتكلم. هذا من الصحفي نفسه لازم يعرف أن المشاعر اللي تسود في الإمارات كانت. صحيح. كلها مشاعر حزن، حتى لو. نعم. كانت فخر واعتزاز. صحيح. فما يستوي ان احنا ناخذ الاخبار بطريقه يعني كمهرجان او مثلا. صحيح. يعني حتى الفعاليات يعني احنا نذكر حتى معظم الفعاليات كلها وقفت لعده ايام، حداد كذا، ف يعني كانت الاجواء غير مناسبه فعلا ان نحن مثلا نذكر خبر مثلا، او حتى نحن في البرنامج يعني كنا نقدم. صحيح. نبغي نضحك، لكن يعني ما نقدر، يعني مساله يعني فهم مشاعر الاخرين في هذا. يعني اذا ما تكلمنا في هذه الخصوصية، يعني هاي من الصعوبات اللي يحصلها الصحفي. إذا بنذكر شو الصعوبات اللي أكثر ممكن يواجهها الصحفي في مجال الصحافة؟ ممكن ما يحصل على المعلومة المناسبة، ممكن ما يحصل، يعني ممكن يطلب لقاءات، أو حتى مثلا يحاول أنه يحصل على المعلومة لكن فجأة يقول للمصدر لا تنشر، أو أنه مثلا يقول لا المعلومة هذه مش جاهزة الحين، أو أنه حتى بعد ما ينشر
ممكن يتراجع المصدر عن هذه المعلومة، يقول أنت ليش نشرت، فيقع الصحفي نفسه في المسألة أو في الملامة. وهذه واحدة من الصعوبات اللي فعلا نحن نواجهها، يعني شح المعلومات في معظم الأوقات، لكن ما تتكرر هذه. طيب يعني الحين احنا ذكرنا مواصفات الصحفي الناجح، يعني كثير من الناس تكتب، يعني تكتب مثلا مقالات، تكتب مثلا روايات، تكتب كتب، يعني هل اي كاتب يقدر يكون صحفي؟ هو انا اقدر اقول لك ان مش كل صحفي يقدر يكون كاتب، والعكس صحيح. لان كل مهنه لها مهاره معينه، لها موهبه معينه لازم تكون موجوده. ممكن يدرب انه يصير صحفي، لكن ممكن انه يتدرب من نفسه، وفي نفس الوقت يعني ينجح او يخطئ. فهذا يعتمد على حسب هل هو مهتم بهذه المهنه ولا لا. في بعضهم نجحوا انه يكونون صحفيين، والبعض الاخر ما نجحوا. على حسب معلوماتنا انت كنت صحفيه في السابق، والحين ما شاء الله يعني مسؤوله وحده الاخبار. يعني الفرق ما بين الصحافة وكونك مسؤولة اليوم عن وحدة الأخبار، يعني الفرق ما بينهم؟ في فرق كبير. لأن الصحافة مهنة شوي أمتع، وفيها نوع من الحرية، وفيها نوع من السلاسة حتى في ممارسة المهنة. لكن مسؤول وحدة الأخبار لازم أنت تكون على رأس عملك في 24 ساعة، لازم أنت تعرف كل الأخبار في نفس الوقت، لازم أنت تعرف كيف تتعامل مع هذا الخبر حتى لو كان في غير نطاق عملك أو حتى في غير نطاق منطقتك. فلازم أنت تعرف كل هذه الأخبار، أو حتى كيف ممكن أنت تعرضها على القارئ، أو حتى كيف تتابعها فيما بعد. يعني ممكن الصحفي يكون عنده هذا الخبر، ويكون عنده هذه المتابعة، ينشر الخبر أو حتى أنه يتابع بعدين وانتهى عمله، لكن ممكن يتابعه في وقت آخر. لكن المسؤول الخبر بدايته، أثناء عرضه، بعد عرضه، وحتى بعد ما يكون في ردة فعل على هذا الخبر، لازم يتابع هذه الأربع مراحل. يعني معناته المسؤولية تكبر، النوعية حتى العملية الوظيفية تكون ضغط كبير عليكم. يعني إذا ما تحدثينا شوي عن يومك في جريدة الإمارات، مثل ما احنا شفنا في الشاشة ما شاء الله، والحين بعد نشوف، يعني أكيد تابعين صحفيين، تابعين الأخبار دقة بالنسبة للغة، بالنسبة للأخبار، صحة الأخبار. يعني لو تكلمينا عن بداية يومك لنهاية يومك في العمل. وأنا إلى الآن لازلت يعني أمارس مهنتي كصحفية، وفي نفس الوقت مهنتي كمسؤولة بعد يعني الأخبار. أكثر. ففي اليوم العادي أكون يعني أكون أتابع خبر من الأخبار، أو حتى يكون عندي تقرير من أن أنا لازم أتابعه. بعدين اكون لما اكون في الشغل نحضر الاجتماع، هو مش اليومي، اجتماع اسبوعي بالنسبه لفريق قسم المحليات. نعرض فيه شو هي الاخبار اللي ممكن نحن نتكلم عنها اليوم، ممكن نحن نتكلم عنها خلال الاسبوع مع اعضاء الفريق اللي هم الصحفيين على مستوى الامارات التابعين للامارات اليوم. بعد هذا كله نقول لهم شو هي المتابعات اللي ممكن نحن ناخذها بحسب الأخبار اللي موجودة عندنا، سواء كانت الأخبار اللي انعرضت أمس أو الأخبار اللي انعرضت اليوم. على حسب هذه المتابعات نشوف كيفية رسم الصفحات. رسم الصفحة يعتمد يعني أهمية الخبر، الأخبار المهمة ناخذها في البداية، وبعدين ناخذ الأخبار بحسب نوعية الصفحة، مثل صفحات التعليم، صفحات الحوادث، صفحات القضايا، وصفحات الصحة. بعدين يكون عندنا اجتماع خاص مع رئيس القسم نفسه، على أساس نحن نتابع مستوى أداء الصحفيين كلهم، وحتى كشوفات الإنتاج ومتابعة الأخبار اللي موجودة في صحفنا نحن في الصحف الأخرى. مثل ما أنت تعرف أن إحنا مش صحيفة واحدة في الإمارات، إحنا تقريبا خمس صحف عربية، وفي بعد صحف أجنبية، فلازم إن إحنا نتابعهم كلهم ونعرف شو هي الأخبار اللي فاتتنا. أستاذة مريم، إذا بنتكلم عن الصعوبات اللي قد تواجه الصحفي في مهنته يعني بشكل عام، هي جاوبت على هذا السؤال بنفس الوقت، بس يعني كان يعني عن الكتابة، عن يعني كتابة الخبر، طريقة عرض الخبر. مثل ما أنا قلت قبل فترة، طريقة عرض الخبر يعني تختلف من صحف إلى آخر. يعني هذه أنا بقولها من شخص تعلمت في مهنة الصحافة، 1+1 مش دائما تصير 2. يعني بالنسبة لي أنا تكون 2، بالنسبة لك ممكن تكون 3، بالنسبة لشخص آخر تكون 11. فهذا على حسب رؤية الصحفي للخبر نفسه، وعلى حسب رؤية المعلومة نفسها. فهذه واحدة من الصعوبات، يعني
بالنسبة للصحفي يعرض الخبر بشيء، لكن في الجريدة ممكن احنا نعرضها بطريقة ثانية مناسبة للمواضيع اللي احنا نتجه لها، وحتى مناسبة للمجتمع نفسه. فهذه واحدة من الصعوبات. وحتى كنت توني بقول ان الاخبار لما تفوتنا هذه واحدة من الصعوبات الكبيرة تواجه الصحفي، لانه ممكن يشعر بالاحباط ان هذا الخبر فاته هو نفسه، فيحاول انه يشتغل اكثر على اساس ان هذه الاخبار ما تفوته. صحيح. نعم. طيب النصيحة قد نوجهها يعني لكل شخص عاشق لمجال الصحافة، خاصة الآن يعني للطلبة اللي يتخصصون أكثر في هذا المجال، مجال الصحافة، شو النصيحة اللي نوجهها لهم على أساس إنه يقدرون يبدعون ويتميزون أكثر في هذه المهنة؟ أتمنى أولاً إنه ما يتركون العشق للصحافة، وفي نفس الوقت إنه يتابعون هذه المهنة. نعم. سواء مع الصحف المحلية أو حتى مع الصحف العالمية، وأتمنى انهم يوصلون لنا مثل ما احنا نحاول ان نوصل لهم، وفي نفس الوقت اتمنى انهم يطلعون اكثر على الاخبار، ويحاولون انهم يعني يجدون لهم اسلوبهم الخاص في كتابه الاخبار، وحتى يجدون لهم اسلوبهم الخاص في كتابه ارائهم في هذه الاخبار، علشان يدربون نفسهم لبعدين. نعم. فهذه واحده من الاشياء اللي ممكن تساعدهم في مهنه الصحافه. نعم، كل الشكر والتقدير لك ولوجودك معنا اليوم، فعلا استمتعنا جدا بهذا الحديث مع الأستاذة مريم المرزوقي مسؤولة الأخبار في جريدة الإمارات اليوم. يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا أكيد مستمرين معكم في صباح الشرق، نروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل، خليكم معنا.